باش عاودي كل واحد تقريبا هو وسيله لا للمواطنين لا المنتخبين لا السلطات المحليه لا هذه في حقها محطه اولى ديال واحد السلسله ديال اللقاءات. اولا داخل الجهه لان غادي يكون لقاءات مع جمعيات ديال المجتمع المدني، غادي يكون لقاءات مع مفتوحه للمواطنين باش يساعدوا باش يكون واحد التملك ديال كل الاطراف ديال مضمون هاد التقرير. وايضا هي انطلاقه ديال واحد المسلسل لاجتماعات ولقاءات على مستوى كل جهات المملكه اللي غادي يتم خلال الاسابيع المقبله. احنا من خلال هاد اللقاءات الهدف هو شرح مضمون هاد التقرير، ولكن ايضا نساعدوا باش يكون واحد التملك اوسع للتوصيات اللي جات في هذا التقرير، وهذا يمكن يجعل بان يكون انطلاقه ديال واحد المرحله جديده في المسار التنموي ديال البلاد. شكرا. كنا اليوم في لقاء اللي عقدته لجنه صياغه النموذج التنموي اللي حلت اليوم باول جهه في المغرب اللي هي جهه بني ملال خنيفرة. طبعا كانت مناسبه اللي حاول السيد رئيس لجنه صياغه النموذج التنموي انه يشرح لنا ويتواصل معنا من اجل تملك هذه المقترحات والتوصيات اللي تضمنها تقرير لجنه النموذج التنموي. طبعا كان تفاعل كبير من طرف كل الفاعلين سواء مجلس الجهه او المسؤولين الترابيين او باقي المؤسسات المصالح الخارجيه والمؤسسات المنتخبه والغرف المهنيه وكل فعاليات الجهه. وكانت فرصه ان لتوضيح مجموعه من التوصيات لتمكين جميع الفاعلين انهم يفهموها ويتملكوها طبعا.